شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أما الآن فليتقدم رئيس الجمعية إبراهيم نبهاني للقاتل المدعوم الافتتاحية. باعتزاز وفخر كبيرين وبشعور عميق بالثقة وبعزم لا يلين نحتفل اليوم بالعيد الوطني 46 حيث تواصل مسيرة النهضة العمانية الحديثة وانطلاقها لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في كل المجالات في ظل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. الله يحفظ بلادنا وأعز سلطاننا وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من جيل الكائدين وأعين الخائنين. اللهم احفظ بلادنا والسائر بلاد المسلمين. أقول وكيف عندك لا أقول وأكثر إن إطاري قليل. لو ألف كل هالعالم وهالكون قلبي فيك بس يا بلادي مفتون. الدفاع انتي والأمان انتي كل لحظة من تفاصيل سكنتي. سلطنتنا عزنا الغالي الثمين غيرك انتي من غراس فينا الحنين. مهما كان الحال تشغلي بالبال لأنك انت كل ما فينا ملكت يا عمان. يا عمان كل القضاء انت يا عمان. يا عمان كل عام وانت كل عام وانت حضن الحنان. يا عمان احتاج وجهك الى باقي سنين فيك. احتاج وجهك يكون المقلتين يا وطن. احتاج انت الشعور الثبت العريق اللي يتمكن في صدري وتحل الفكر حبيبتي. هذا الاداب القديم العتيق اللي تركي بشعره كل هذا الشيء. احب مرتع بلاده وضد من صار ضد ذكر الوصل والسعادة. لو مر فكري رد قيل في ابتعادة وقيل في ابتعادة في كل السيرة ورد عني تغلى عنادة. وطالت على الهير ما